تتعلم اي لغه تتعلم اي لغه بسرعه مش بس انجليش يبقى اعرفها مني كلمه لازم تتعلم الحاجات اللي عاوز تتعلم اي لغه بسرعه مش بس انجليش عاوز تتعلم اي لغه بسرعه مش بس انجليش اسمعها مني كلمه يا عم بطل تضحك يا عم عاوز يصور الفيديو فوق من يوم ده عاوز تتعلم اي لغه بسرعه احسن طريقة تتعلم يا عم اطلع بره لغاية لما اخلص اسرع طريقة تتعلم بيها اسرع طريقة تتعلم بيها اي لغة مش بس انجليش انك تعرف اسماء الحاجات اللي حواليك واللي بتشوفها كل يوم ودي فكرة الفيديو بتاع النهاردة لان احنا هنتعلم فيه الفيرنتشر او الاثاث المنزلي اللي انت بتشوفه كل يوم in English. Let's get started. تعال نبتدي الاول بأوضة النوم وبالانجلش اسمها bedroom مش bedroom bedroom واول حاجة معانا طبعا السرير بالانجلش اسمه bed. الدولاب اللي بنحط فيه الهدوم اسمه closet وممكن كمان تقول عليه wardrobe. التسريحة بتاعت العرايس وكده اللي بيبقى فيها مراية دي اسمها dressing table دي مع الار بتقلب بجيم كده dressing table. عندنا كمان dresser ودresser ده مجموعة ادراج او بنقول عليه في المصري او في العامية المصرية كومودينو قول لنا بقى في بلدك بتقول عليه ايه الصورة ظهرت اهي اسمه dresser. الستائر او الستارة اسمها curtain وجمعها curtains ستائر ولو هي ستارة بتحجب الضوء خالص او سودة بيبقى اسمها blackouts. السرير اللي هو الهزاز بتاع البيبي دوت اسمه baby crib or baby cot. عندنا كمان الشيش اللي بيبقى في الشباك اسمه shutters. نخش بعد كده على الصالة او غرفة المعيشة اسمها بالانجلش living room واول حاجة معانا الترابيزة اللي بنكوي عليها اسمها بالانجلش iron board carpet اللي هي السجادة carpet ولو هي سجادة صغيرة شوية اسمها rug عشان كده المصلية اللي احنا بنصلي عليها اسمها prayer rug عندنا كمان صوفا او couch الاتنين بمعنى كنبة بس واحدة بيبقى ليها دراع بتهيألي اللي هي الكاوتش ليها دراع من الجنب والصوفا ما بيبقاش ليها دراع ولا حاجة فممكن تقول عليهم الاتنين عادي ركنة او كنبة sofa or couch نخش بقى على restroom يعني الحمام بنقول عليه في البريتش انجلش bathroom وفي الامريكان انجلش restroom يعني بيت الراحة restroom وما عندناش حاجات فيه كتير بتقالي فيه mat اللي هي مشاية اللي بتمسح فيها رجليك mat مراية mirror بس كده بعد كده بقى نخش على المطبخ او kitchen وعندنا حاجات كتير زي مثلا المقشة اسمها broom والحاجة اللي انت بتحط فيها التراب دي اسمها dust pan سلة المهملات اللي انت بترمي فيها الزبالة اسمها waste basket لو انتوا بتتعشوا في المطبخ او في ترابيزة في المطبخ بتتعشوا فيها دي اسمها بالانجلش dining table اهم بقى جزء في المطبخ اللي احنا بنحط فيه الطباق بتاعتنا والحلل ومش عارف ايه مش عارف بنقول عليه بالمصري نملية احمد بيقول مطبقية ايا كان يعني المهم ده بالانجلش اسمه kitchen closet عشان تفرقوا عن الكلازت اللي هو الدولاب اللي في اوضه النوم فاكر kitchen closet او تقول عليه cupboard بس this was the furniture in English لو الفيديو عجبك انت عارف تعمل ايه سلام